بعد الفيديو راح نحصل على الشوتجن الاسطوري الشوتجن المتطور، وايضا راح نجربه داخل الجيم وراح نقارنه بالشوتجن الثاني، هل هي اسطوري ولا لا. ولحد الان اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل جرس التنبيهات وحط لايك لهذا الفيديو خلينا نجرب. حاليا مع الشوتجن وضدي حاليا 3 اشخاص، هاي الاول نوك داون والثاني نوك داون، بقي معانا شخص واحد وينه هذا هو، خلينا نخبز تشوت. لا هذاك انقذ حاله بالانقاذ، ابلع ما بلعه، لا انقذ ابلع هيتشوت. ما خليته يتحنى بانقاذي يا ويله. مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح نحصل على الشوتجن الاسطوري وراح نجربه داخل الجيم، هلا حنشوف هل هي اسطوري ولا لا، وايضا راح نقارن بين الشوتجن الثاني وراح نخوض تجربه اسطوري. وهلا قبل بدايه الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا بالقناه. وهلا ما بدنا نطول عليكم، بترككم مع الفيديو مشاهدي ممتع. اوكي هيك نزلت معانا الشوتجن بهاي العجلة، بامكاننا نشيل اي شغلتين ما لازمتنا ونصير منلف ونحصل على الشوتجن الاسطوري. بالنسبة لميزاته، ميزاته اسطوري، ضرر 2 ومعدل الاطلاق 1 وناقص سرعة الحركة. اول شيء خلينا نختار على سبيل المثال اي شخصية بدنا اياها مشان ملكة بتزيد مثلا نسبة الحظ. خلينا نختار اي شخصية بنت على سبيل المثال بالوما، او قلكم خلينا نختار من شخصية كارولين او هيك شي. هاي الشخصية ميزاتها بتزيد سرعة حركة الشوتجن، بما انه هاي الشوتجن فيها ناقص حركة بامكانك تحط بدالة هاي الشخصية. وايضا راح نلف 10 لفات ونشوف بلكا بيزيد نسبة الحظ. خلينا نختار اي شي ما لازماتنا. قبل كنا نختار هاي اللفتين هاي الصندوقين بالنسبة لهاي الشوتجن، شوف على تأثيراتها. والله بالنسبة للفل الأخير لفل الأسطوري شوفوا منظر رهيب، شوف التأثير اللي بيطالع منه. خلينا نشيل أي شغلتين كنا نشيل قبل هاي الصناديق، خلينا هلق نشيل شيء مختلف مثل ما نكون شايفين. خلينا نختار هاي، أول مرة بختار هيك شيء، نشوف بلكي بيطلعنا من 9 جوار أو على سبيل المثال أي شيء. خلينا هلق نلف ب9 جوار ونشوف الحظ الأسطوري. هيك ما طلع لنا أي شيء، خلينا نلف ب19 جوهرة إن شاء الله بيطلع لنا حظ أسطوري. لحد الآن الوضع ليس سيء، حاليا حصلنا هاي الشغلات وبقي معنا هلق اللفة اللي بعدها. وللأسف ما طلع لنا شيء، خلينا نفتح هذا الصندوق طلع لنا شيء مؤقت. هاي هيك بقى معانا اللفة مثل ما انكم شايفين، هيك ضل معانا 128 جوهرة وما ضل معانا جوار. هلا شو راح نسوي مشان نحصل على الجوار؟ اكيد انت بتعرفوا نقاط التشغيل، كل عليك تجمع نقاط بتحصل على نقاط التشغيل. انا جمعت 200 وهلا بشرح لكم، بس اول شيء خلينا نشيل الشخصية هاي، خلينا نغير الشخصية وبعدين نشرح لكم كيف تسوى. كنا حاطين ماكسيم، اوكي خلينا نختار ماكسيم. بالنسبة لاتجاه قائمة الشحن تجمع 200 نقطة من نقاط التشغيل، بتشترك بالعضوية الأسبوعية بيعطوك 420 جوهرة، وأول عملية شراء اشتراك بيعطوك 100 جوهرة. مثل ما كنتم شايفين هيك تم الاشتراك بنجاح. عذرا خلينا نعيد المحاولة لأنه مشغل برنامج الفين بيطالعني. هيك صار معانا 800 جوهرة، 858 جوهرة من العضوية الأسبوعي. ايضا انا مشترك بالعضوية الشهري كمان بيعطوني جوار من العضوية الشهري، بس خليني افرجيكم العضوية. مثل ما نكون شايفين بامكاني احصل على 2450 جوهرة، خلينا نحصل على 50. وبامكاني احصل من العضوية الشهري كمان 70 جوهرة، وامكاني احصل على العضوية الشهري والاسبوعي اذا شحنتها مع بعض تحصل على 10 جواهر، وهاي الصندوق بامكانك تحصل عليه كمان. هيك صار معانا حوالي 900 جوهرة. هيك هلق حاليا معانا اللفة لحد الان 199 جوهرة. خلينا نشوف كمان قد باقي لنا لفات. هلق معانا 199 جوهرة، 199
بعدها 299، اللي بعدها 499، اللفة الأخيرة 999. هلا حاليا باللفة 199. خلينا نلفة ونتوكل الله ونشوف شو رح يطلع لنا. لا شو هالحظ هذا، أعطونا صناديق هكي بيطلع لنا شيء. كانوا أعطونا، لا أعطونا سروال، يلا ما بيأثر، المهم أعطونا شيء بيفيد. هلا ننتقل على اللفة اللي بعدها ب 299 جوهرة، أعطونا كروت، يلا ما بيأثر. هلا هاي اللفة بقي معانا 490 جوهرة، استبدنا حوالي 5 جواهر. بقي معانا هاي الغرضين، بصراحة ما استحملت رحت اشحن جواهر من نقاط التشغيل. رح اترك لك رابط بصندوق الوصف كيف تعمل حساب شرق، او عفوا كيف تعمل حساب امريكا وبتحصل منه على نقاط التشغيل وبتشحن منه جوار فري فاير. مثل ما نكون شايفين هيك اعطونا التوب اب، وخلينا نرجع على الشحن، عفوا خلينا نرجع على العجلة ونلف. هيك صار معانا 590 جوار، 80 جوار، المهم خلينا نلف. بقي معانا لفتين، هلا رح يطلع لنا ولا لا؟ خلينا نلف هون بالعجلة المصاري، بلكي بزيد نسبة الحظ. إذا طلع لنا شيء تاني أو شيء معناتها حسب نسبة الحظ. هيك أعطونا تاني كأن حذاء مثل صرمايتي، خلصونا. يلا كمان أعطونا صرماي، يلا ما بيأثر. نرجع على العجلة، هيك بقي معانا لفتين اللفة. خلينا نقول للأسف شو الحظ الخايس، تقول توقعت من أول العجلة إنه ما راح أحصل حتى هون، طلع شيء أشياء مؤقتة. للأسف ما حصلنا عليها، بس لكن راح أحصل عليها، يعني راح أحصل عليها. بالنسبة للمظهر الأخير بالنسبة للرقصة الأسطورية، رقصة بصراحة فخامة حسيتها بهاي المرة، جايبين رقصة أسطورية. نسبة تأثير القتل هادوي وتأثير الضرب وتأثير الجانبي للسلاح كمان أسطورية. بالنسبة لتأثير القتل بيطلع بشكل هون بيفتح معانا ميزة أسطورية، بعد إعادة التحميل سيزداد معدل الإطلاق لفترة معينة. راح نجربها داخل الجيم وأقولكم شو بدنا نجربها زي ما معنا. المهم راح ننتظر لحتى يعني ننتظر كذا يوم، كل يوم بيتجدد معانا العضوية الأسبوعية نحصل على الجواهر. راح ننتظر لحتى تتجدد يصير معنا الجواهر نرجع لكم. هيك بعد ما صار معنا 947 جوهرة، وهلا صار معنا اللي بدها 99 جوهرة، خلينا ننتقل نشحن 100 جوهرة ونرجع لكم. هيك صار معنا 1047، وننتقل نحصل على التراكمي 50 جوهرة، بفيدني ما بيروحني يعني. نحصل كمان ايضا على كرت. هيك صار معنا 1097 جوهرة، او خلينا نشوف شو خلينا نحصل على عليها بنمان ماطل، يلا رب يسر. هيك بعد ما كلفتنا حوالي 2500 جوهرة حصلنا على الشوتجن الاسطوري، اسم الشوتجن مسيطر الفضة هيك على ما اعتقد. هيك المهم حصلنا على الشوتجن. هلا خلينا ننتقل على مكان موجود الشوتجن. مثل ما انكم شايفين انا عندي كذا سلاح مطور، بس لكن هاي المرة حصلت على الشوتجن الاسطوري. بالنسبة لأول مستوى معانا معدل الاطلاق 1 وضرر 1 وناقص سرعة التحميل 2، بتكون بالليفل الأول. بالليفل الثاني بتصير فقط بشيلوا لك ناقص سرعة إعادة الحركة، هون تأثير الطلب تأثير بالنسبة للليفل الرابع بيزيد معاك الضرر، بصير معاك ضرر 2. بالنسبة مثل ما قلت لكم بصير ليفل 2. بالنسبة للخامس بيزيد معاك تأثير القتل وتأثير الجانبي للسلاح، يعني بصير طالع تأثير أسطوري. والليفل السادس بيعطوك هذا المظهر، والله بالنسبة للمظهر حسيته أسطوري، بيزيد معاك كمان مثل ما قلنا بعد إعادة التحميل سيزداد معدل الإطلاق لفترة معينة. واخر شيء بنجي للليفل الاخير والليفل السابع، والله بالنسبه للرقصه حسيتها هاي المره اسطوري، والله كويسي. خلنا نرجع نعيدها معاكم ونشوف، والله انا حسيتها اسطوري شديد، طالع تاثير حجر وبركان وهيك شيء. المهم اللي بدي احصل عليها
يحصل عليها. على كل حال حاليا راح نجربها، بيجي معانا كمان مظهر جديد بيطالع تأثير أسطوري كأنه تأثير كوكب أو هيك شيء، كوكب غامض. شوف التأثيرات الأسطورية، والله نار. حاليا احنا راح نجربها بالليفل الأول لأنه صرفنا حوالي 2500 جوهرة، ننتظر لحتى تتم عملية المطالبة بالمطالب الأسبوعي وبعدين بنرقيها على مهلنا. هلق معانا حاليا شوتجنين، شوتجن ضرر معدل الإطلاق وضرر ودقة وناقص مدى. خلينا نجربش وحدة من الشوتجنات ونعطيكم التقييم الأسطوري. خلينا نبدأ بالشوتجن ضرر، وهاي الشوتجن اللي حصلنا عليها حاليا. ننتقل على ساحة المعركة، خلينا نجربها حاليا. حاطط الشوتجن الاسطوري اللي حصلنا عليها اول، والله بالنسبة للمعدل الاطلاق والمدى فيها اسطوري، لانه انا كنت متعود على الشوتجن الثاني مداها قصير. هلق رح فرجيكم تجربة بين الشوتجن هذيك والشوتجن هاي، انه بيأثر كثير على المدى والله بيأثر. مثل ما انكم شايفين عبرت حسيتها كيلومتر اني عم بصيب متر، لاني متعود على الشوتجن الناقصة مدى هيك. والله بالنسبة هاي خلينا نخبزها، والله دقتها حسيتها رهيبة، حتى فيها ميزة السرعة. يعني إذا بدك تبربر بالرانكت لا تقول لي ما حد بيلعب على الشوت كله وتبربر، والله أسطوري. خلينا ننتقل على الجولة الأخيرة ونجرب لكم إياها. هاي النوك داون معنا الأخير، نوك داون. لا هداك أنقذ حاله، خلينا نقتله. ابلع ما بلعه. والله أنقذوا خالصين. هلا خلينا ننتقل على الشوتجان الثانية، هي ميزتها الضرر والدقة. هاي الشوتجان خلينا ننتقل نجربها ساحة المعركة. شوف كمان نفس الشيء، ما بيفرق أي شيء، ضرر نظامي وضرر ودقته وكل شيء. بس مشكلتها انه مداها قصير. هلا افرجيكم كيف يعني مداها قصير. هي اكثر سلاح استعمله عن قرب مداها قصير كذا بصراحة. هلا راح افرجيكم كيف يعني كذا. هلا شوفوا معانا هذا الهدف، مثل ما نكون شايفين معاي هاي الشوتجان. ابلع ما بلع. هلا حاليا لك تقول ضربتين بلع، شوفوا المسافة القريبة ما بلع. اول ضربة مع فيها احمر، يعني وما بلع، بده 3 ضربات لحتى يموت. يعني بصراحة أنا حسيت هديك زائد ضرر 2، يعني إذا رقيت المستوى الرابع بصير ميزتها أسطوري. وهيك بكون انتهى مقطعنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من تجربتنا لهاي الشوتجان، وبتمنى يكون تقييمي بالنسبة لتقييمي للشوتجان ممتاز. بعطيه 10/10 لهاي الشوتجان، بصراحة ما راح يجيبونا شوتجان أسطوري أكتر من هيك، لذلك أعطيته تقييم 10/10. حاليا مستوى الليفل معي حاليا مستوى هلا حاليا 1، وراح رقي ان شاء الله الاربعة والاخير ان شاء الله راح يزيد معايا ميزات اسطوري. وهيك بكون انتهى مقطعنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع، وكان معكم علوش، والى اللقاء.